أكتشف وأتعرف. حرف الطاء. أولا أرفع يدي إذا سمعت الصوت الطاء. بطة طاء. أسمع الصوت الطاء أرفع يدي. كتكوت. لا أسمع الصوت الطاء لا أرفع يدي. طبال طاء. أسمع الصوت الطاء أرفع يدي. ثانيا أقرأ وأتعرف أشكال حرف الطاء. الحرف في أول الكلمة طبل يكتب الطاء على ذا الشكل في أول الكلمة. طفل يكتب الطاء على ذا الشكل في أول الكلمة. الحرف في وسط الكلمة طماطم يكتب الطاء على ذا الشكل في وسط الكلمة إذا كان منفصلا. سطل يكتب الطاء على هذا الشكل في وسط الكلمة إذا كان متصلا. الحرف في آخر الكلمة بط يكتب الطاء على هذا الشكل في آخر الكلمة إذا كان متصلا. بساط يكتب الطاء على هذا الشكل في آخر الكلمة إذا كان منفصلا. ثالثا أركب كلمات من المقاطع وأقرأها. المقطع طاء. المقطع بي. المقطع بون. الكلمة هي طبيب. المقطع طر. المقطع بو. المقطع شن. الكلمة هي طربوش. المقطع مس. المقطع طا. المقطع را. المقطع تن. الكلمة هي مسطرة.